هذا لما يرفع السيسي الأحكام التي صدرت بحق 7 من المدافعين عن حقوق الإنسان، مع أن هذه المحاكمات صدرت أيام حالة الطوارئ، وحالة الطوارئ قد رفعت بالكامل. طبعا بالتأكيد أنه يعني كما ترون أنه حالة حقوق الإنسان في مصر تتردى يوما بعد آخر، رغم إعلان عبد الفتاح السيسي عن استراتيجيته لحقوق الإنسان، ورغم كل ما يروج له من أن هناك انفراج في حقوق الإنسان يسعى لإحداث بعض التوازن لدى المجتمع الغربي والقبول له على مستوى المؤسسات، لكن للأسف الشديد هذه الإعلانات مدفوعة الأجر مسبقا ليست صحيحة، وحالة حقوق الإنسان كما هي، والأحكام أحكام المسيسة باطلة، والتسريبات التي تخرج من السجون تقول بشكل واضح أن هذا التعذيب كما ذكر تقرير الأمم المتحدة في نهاية عام 2017 هو تعذيب ممنهج لا يخص فقط المسجونين السياسيين وإن كانوا الأكثر تنكيلا والأكثر تعرضا للتعذيب، وإنما أيضا المساجين العاديين من أبناء مصر اللي بيخشوا السجن ويلاقوا عذابات وفقا لما جاء في التسريبات التي وضحت ذلك. رأيكم على تصريحات رامي شعث، ويمكن يكون البعض لم يعني يتابعها، على بي بي سي إنجليزي ناطقة باللغة الإنجليزية، والتي أقال فيها أن مصر سجن كبير تخضع وتعيش تحت سلطة الخوف، وأوضح تماما أن السجون المصرية فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. قال أن هناك تكدس للمساجين في الزنازين، وقال أن هناك تعذيب وعقابات كبيرة يلقيها المعتقلين السياسيين في مصر، كما أشار إلى أنه من باب الخفي أن هذه الأحكام كلها هي أحكام مسيسة، وأن القضاء في مصر هو قضاء مسيس، في إشارته إلى أنه لم يعرض على المحكمة إلا مرة واحدة على مدار أكثر من عامين، وفي هذه المرة لم يكن هناك أي تهم إلا أنه بلغ من السفارة الصهيونية في مصر بضرورة القبض على رامي شعث. يعني ده رامي شعث، وكذلك رأينا الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية والقضاة المصريين، أن القاضي لا يذهب إلى المحكمة وإنما يرسل الحكم مع الحاكم، وأن القاضي ينتظر حتى يأتي الحكم مكتوبا ويقرأه دون النظر إلى الدفوع المقدمة من ومع كل هذه الانتهاكات التي ذكرت بعضا منها، وأنتم في المنظمات الحقوقية توثقون وتكشفون وكذلك تناشدون، ومع ذلك لا يتم الاستجابة من قبل الحكومات الغربية، ما المطلوب كي تقوم هذه الحكومات بالضغط على النظام المصري كي يتحرك ويحسن ملف حقوق الإنسان في مصر؟ الحقيقة أنه ملف حقوق الإنسان وملف ثقيل جدا، المشكلة الكبيرة تكمن في أنه الطرف الآخر طرف الحكومة المصرية يعني هو عازم على عدم تصفية هذا الملف، وهو بالنسبة له خط أحمر، ولذلك تعاني المنظمات الحقوقية من العمل الجاد والمستمر، وبرغم ذلك في الطرف الآخر المكاتب أو حتى إطلاق سراح بعض المعتقلين هو ضئيل جدا ولا يرقى إلى العمل الذي يلاقيه. نحن نتمنى كمنظمات حقوقية وكعملين في المجال الحقوقي أن يكون هناك عقاب إلى بخصوص مصر في حال استمرارها في تجاهل النداءات وفي تجاهل التقارير المرفوعة بالجرائم التي ترتكبها في سجلها الحقوقي. نحن نتمنى أن يكون عصا العقابية هي التي تجبر النظام المصري على الانصياع إلى المجتمع الدولي وإخراج المعتقلين وتحرير المعتقلين، أو على الأقل تقدير التحسين من حالة السجون المصرية والكف عن عمل إعلانات مدفوعة الأجر في هذا الخصوص، لأنه كلما خرج بعض المعتقلين، ولذلك يعني في اعتقادي الشخصي أن هذا هو هي عيال تخاف الحكومة المصرية وتخشى صراحة المعتقلين خاصة من القيادات، لأنها تعلم تماما أنه سيكون هناك تعاطي إعلامي وسيكون هناك بعض اللقاءات مع المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات الدولية، وهي يعني لا تريد كشف سجلها الحقوقي بشكل واضح للجميع، وأن يكون هناك شهود عيان على ذلك.
لكن نحن نأمل أنه عام 2022 سيكون هناك فعلا استخدام لعقوبات على النظام المصري حتى يفرض سراح المعتقلين السياسيين أو على الأقل يحسن من أحوال السجون المصرية. من أين أتيت بهذا الاستنتاج أستاذ مجدة؟ الاستنتاج يأتي من يعني بعض الدلالات اللي في الحكومات الغربية بعد حالة التقارب الأمريكي المصري، هناك تراجع مرة أخرى، كذلك فتح ملف الحقوق في فرنسا على سبيل المثال، لدينا في باريس، باريس يعني هناك احتجاجات كبيرة جدا بخصوص مشاركة باريس في قتل المصريين على الحدود الليبية كما أوضحت تسريبات دليسكور، كذلك وجود بعض المعتقلين السياسيين اللي أتوا إلى التراب الفرنسي والآن هم حصلوا على الجنسية الشرفية مثل سلافة مجدي وزوجها، وكذلك رامي شعث الذي التحق مؤخرا ولم يمنعه أن هو خرج من السجون المصرية ويدلي بتصريحاته عن أحوال السجون المصرية وما يحدث بها من انتهاكات بخصوص المعتقلين. نعم، هناك أيضا حالات لاعتقالات مختلفة، هناك شاب معتقل منذ 4 سنوات تقريبا وهو عبد الله محمد الحديدي الذي اعتقل من على أحد المقاهي في عزبة النخل، وهناك أيضا شابة معتقلة تدعى فاطمة عبد الرسول ومصابة بسرطان الدم ومع ذلك لا يتم الإفراج عنها أو حتى عن ذلك الشاب. بعد تداول الأخبار عن تلك الفتاة بالتحديد، هل تعتقدين أن يقوم النظام بالتعاطي مع ذلك الأمر ولو حتى بتحسين الأمر بعرضها على الطبيب مثلا؟ ملف السيدات بالخصوص كان هناك في حراك شبه عالمي لدى المؤسسات الدولة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بخاصة هؤلاء المرضى واللي بيعانوا من الأمراض، وعلى فكرة ليست هي الحالة الوحيدة لديها سرطان الدم، هناك عدد من المعتقلات اللي أصبنا بأمراض مجهولة المصدر وهم في أثناء فترة اعتقالهم، ولذلك أنا أعتقد أنه حتى من باب التحاق منظمات طبية كأطباء بلا حدود ومنظمات أخرى يعني ألقت بثقلها في هذا الملف، أكاد أجزم أن هذا الملف سيتم تصفيته أو على الأقل سيكون هناك رعاية طبية في السجون المصرية كما يزعم عبد الفتاح السيسي ويقول أنه السجون المصرية ستكون بنفس جودة السجون الأمريكية، فنحن ننتظر تصفيق مثل هذه التصريحات، ولكن لن نبقى مكتوف الأيدي، سنعمل جاهدين على أن احنا يعني نشدد الحصار على حكومة عبد الفتاح السيسي بخاصة في ملف البنات وفي ملف المرضى وكبار السن، هذه الملفات الحساسة التي تحطم أرواح هذه الأرواح ليست مجرد أرقام إنما هي يعني أشخاص مرتبطين بعوائلهم وظلمات وظلمات لديهم كبيرة جدا، وعلينا نحن نصفي هذا الملف بشكل أو بآخر، وعلى الحكومة المصرية إنها كانت صادقة وإذا كانت فعلا تطرق للنداءات الدولية فعليها أنها فعلا تنفذ ما تصرح به دائما ويعني تطلق سراح المرضى وكبار السن والفتيات خاصة بهؤلاء المعتقلين سياسيا وتحسن من أحوال المعتقلين جنائيا. طبعا الأمر لا يقتصر على المعتقلين السياسيين سواء من الشباب أو حتى السيدات، وإنما أيضا تخطى إلى الجنائيين، عرضت صور بالأمس على شاشتنا لمحبوسين جنائيين يتعرضون للتعذيب في السجون المختلفة. أشكرك شكرا جزيلا السيدة مجدة محفوظ الناشطة الحقوقية.